بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فحياكم الله من هنا من رحاب طيبة الطيبة، وإلى تغطية جديدة مع إفطار جديد ومسجد جديد من مساجد المدينة النبوية على صاحبها وساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. واليوم إن شاء الله سنغطي لكم إفطارا من مسجد الجمعة، هذا المسجد النبوي والذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أول جمعة في المدينة المنورة بعد قدومه إليها، حيث أدركته صلاة الجمعة بعد أن مكث أياما في قباء في قبيلة بني عمرو بن عوف. فلما خرج من قباء وأراد المدينة المنورة أدركته صلاة الجمعة في هذه القبيلة، وهذه القبيلة اسمها بني سالم بن عوف، وهؤلاء هم بنو عمومة بنو عمرو بن عوف، إلا أن بني عمرو بن عوف هم من الأوس، وهؤلاء هم من الخزرج رضوان الله تعالى عليهم. ولهذا المسجد عدد من التسميات، يسمى بمسجد عاتكة، ويسمى أيضا بمسجد الوادي نسبة لوادي الرانوناء. وهذه بعض المعلومات على هذه الشاخصة تبين بعض الأخبار عن هذا المسجد. وأول من بنى هذا المسجد هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكان آخر تجديد له في عهد الملك فهد رحمه الله ما بين عامي 1412 إلى 1416 تقريبا، الله أعلم. ما شاء الله تبارك الرحمن. ويمتاز هذا المسجد ببناء قديم وفاخر وطراز جميل جدا، ما شاء الله تبارك الله. سنصور لكم الآن من داخل هذا المسجد حيث موقع الإفطار. بسم الله، السلام، بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه سفر الإفطار وسفر الصائمين في هذا المسجد، ما شاء الله تبارك الرحمن، جزاهم الله خيرا، ما شاء الله. وهنا الإخوة قد تجمعوا، والإفطار المديني المعروف يضاف إليه فقط العصير، ما شاء الله. هذا المسجد من الداخل ما شاء الله كما ذكرت لكم يمتاز بطراز قديم، ما شاء الله، اللهم بارك. طبعا يؤم هذا المسجد هذا الشيخ الجليل الذي يجلس على الكرسي، الشيخ عبد الله بن عبيد الله بن عطاء حفظه الله، وهو من يؤم صلاة التراويح. أما صلاة القيام فيؤمها كل من الشيخين أنس الأنصاري وكذلك الشيخ محمد عبد الغفور جزاهم الله خيرا. ترون في الأعلى هذه الآية الكريمة، هي سورة الجمعة، ما شاء الله. وكما ذكرنا لكم أن أول جمعة في المدينة المنورة أقيمت هنا في هذه المواضع المباركة، وليست أول جمعة في الإسلام كما يعني يذكر البعض. ما شاء الله، تشاهدون هذه السفرة عن قرب، الزبادي والتمر والماء والعصير، ما شاء الله، ويوجد شاي وقهوة، ما شاء الله، جزاهم الله خيرا الإخوة. طبعا من أشهر الصحابة من سكان هذا الحي قديما هو الصحابي الجليل عتبان ابن مالك رضي الله عنه الضرير، وكان يسكن مقابل هذا المسجد، وقد ورد ذكره في كثير من الأحاديث كما جاء في الصحيحين
وذكرت بعض الروايات أنه هو الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في الصلاة في بيته، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في بادي الأمر، ثم قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته في موضع من مواضع بيته ليتخذه بعد ذلك مصلى، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم واتخذه مصلى. ما شاء الله، هذا القط دخل داخل المسجد. ما شاء الله، ما شاء الله، أنواع من التمر، الرطب وغيرها، ما شاء الله. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.